بيقول اللي لقيت اللي دعتني صفت ما تعيد البقى لقت ديل مشى في الحشيش. دي الخمسة نقتلوها النهاردة من مكان واحد بجوار المدرسة الإعدادي وبجوار البلد. آخر عندي الحمد لله عطتوني بيوتني دور أرضي وعاملين دور المياه على الواطي، مفيش صرف صحي بيسحبها، فهي بتمشي بتخش على العالي كده، بتيجي داخله هي البيوت بسبب الصرف الصحي دي، بسبب قله الصرف الصحي دي. عندنا كذا مكان مهجور، من ضمنهم الجمعيه الزراعيه، المزرعه التابعه للجمعيه الزراعيه برضو. الاماكن دي مهجوره وساكنه فيها التعابين بكميات كبيره قوي. عندنا بلد تفتقد لجميع انواع الخدمات. ده عبارة عن مصيدة برميل بلاستيك معطوط له قطعتين الماسورة ديت، ومحطوط فيه مادة سامة جوه البرميل ده، على أساس لو فيه تعبان أو حاجة بيدخل من الماسورة دي حضرتك بيقع جوه البرميل فيه المادة السامة ما بيعرفش يطلع. أقصى حاجة بنربط له رباط وبنبعته مستشفى المحمودية العام، بيبعد عننا 8 كيلومتر، ففي حالات ما بتلحقش توصل المستشفى وبتموت، لأن إحنا ما عندناش وحدة صحية في القرية نعمل فيها الفيرست ايدز بتاعة الحالة.